قبيل وصول هذا الرجل إلى الأرجنتين، يتعهد رئيس البلاد ماوريسيو ماكري بتوقيع مرسوم يقر من خلاله بأن حزب الله منظمة إرهابية. السلطات في بيونس آيرس أعلنت رسميا عن المشاركة بمحاربة حزب الله عبر تجميد الأصول المالية له والإقرار بتصنيفه كجماعة إرهابية، وذلك على خلفية اتهامه بتنفيذ هجومين إرهابيين على أراضيها. وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين أكدت بأنها وضعت قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب، كانت قد شملت جميع الأشخاص الذين ينتمون لميليشيا حزب الله. وبحسب مسؤولين أمريكيين وأرجنتينيين، يدير حزب الله أنشطة إجرامية وعمليات تهريب للمخدرات ضمن ما يعرف بالمنطقة الحدودية الثلاثية بين كل من الأرجنتين والبرازيل وبرغواي. الخطوات التصعيدية هذه ضد حزب الله تأتي تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد لحضور مراسم إحياء الذكرى 25 لتفجير مركز للجالية اليهودية في بيونس آيرس، والذي أودى بحياة 85 شخصا. وكانت الأرجنتين قد اتهمت ميليشيا حزب الله وإيران بالوقوف وراء هذا الهجوم الإرهابي الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.